السلام على القاسم بن الحسن المسلوب لامته والمضروب على هامته. السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وحيد يفل جموع العدا بمرهف عزم غدا ناصرا. أشاب الكمات بهول الوغى وأفناك تائبها العامرا. وقد كان كالبدر في عمره، يعني ابن 13 سنة، وقد كان كالبدر في عمره وإن فاق في حسنه باهرا. لذلك عرى النقص بعد الكمال بأنوار طلعته باهرا. يا وطال على قصر ناكث فأغمد يا في رأسه باترا، يا فخر الغلام على الثرى برجليه يفحص فوق لظى الهاجرا. فخف الحسين له مسرعا يهرول في قدم عافرا، فعانقه والحشا جمرة وأدمعه مزنة ماطرا. بني وأنت العزى من أخي، بني يا وأنت العزى من أخي، وسلواي في الحقب غابرا. بني وأنت الوديعة ضيعت وخانت بها يا أمة فاجرا. يا بني فديتك قد غادرتني، فسلوان قلبي قد غادرا. يا ويلي ومطبقة أطبقت أجفانه وأجفانها لم تزل ساهرا. يا خوض جواد بن الحسن في وسطة القوم، خلى أراضي كربلاء تغرق بالدموع. يا ويلي خلى أراضي كربلاء تغرق بالدموع، يحمل على الجيمان أبو النفس الأبية. يا ويلي السيف يلعب والرموح يلعب على الهايا، يا كنا بواسط المعركة زراق الرخايا،
جد علي الكرار لا من حمل صمصه يا ويل انقطع شسع النعيل من جاسم المصباح وقف يشده ولا اعتنى في وسط الكفاح غافل غافل الأزد وضرب جاسم والعمر رايح راح الولد ويلي بضربة سيف مسمو. لما وصل الخبر إلى رملة نادت وولداه وقاسما ورمل على القاسم هويت تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعاد يا ابني أسرها وانت طريح جثتاياك ما حد قبرها دلل يا عقلي وبالثرة بقرمية قالها بلسان الحال صبري وودعيني يا والدة شقي ضريح ولحديني جمعي وسادة من الترايب والسديني صاحت شبيدي والعدا دنوا المطية بعدك شباب وما تهنت بشب عريس يا ابني ومن دمان احرك اخضى صاحت شبيدي وذوب قلبي بعدك شباب ولا تهنيت بشف شخصك قبالي لو حكي الصبح ومس ولا مال ولا مال أنا خابت ظنوني ولا مال ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال ولا مال ولا مال أنا ما نردتك ما أرد الدنيا ولا مال اتحضرني لو وقع حملي ولا ما يا يال عند الموت يا ابني قطعت بي عند الموت يا ابني قطعت بي ولكن الأمر لله. قال الجليل في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إني مغلوب فانتصر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه دعوة نبي الله نوح. هذه الآية في سورة القمر التي هي آيات مكية والسورة سورة مكية. سورة القمر التي تبدأ بهذه المعجزة العظيمة اقتربت الساعة وانشق القمر إلى أن يأتي يذكر فصول من قصص الأنبياء. هنا فصل مختصر لنبي الله نوح سلام الله عليه. فيأتي أول هذا الفصل يقول كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبوا هذا العبد الصالح وقالوا عنه بأنه مجنون
وازدجر. فدعا ربه إني مغلوب فانتصر. مغلوب يعني الغلبة الجسدية، وإلا الغلبة الفكرية والغلبة في البرهان والاستدلال، الأنبياء لا يعجزهم الدليل. إني فدعا إني مغلوب شنو فانتصر. مغلوب يعني من الناحية الجسدية وكثرتهم، وكانوا يؤذون نبي الله نوح، وتصل هذه الأذية إلى درجة أنهم يضربونه حتى يغمى عليه، فيأخذونه ويرمونه على باب بيته، ولكنه ما كان يدعو عليهم فينتبه من غشوته ولا يدعو عليهم، كان ما زال صابرا. لكن هؤلاء وصل بهم الأمر إلى تكذيبه واتهام هذا النبي العظيم بالجنون الذي كان ينوح، سمي ينوح لأنه ينوح أسفا عليهم وينوح من خشية الله ويدعو لهم، ولكن هؤلاء قد مات الضمير فيهم، سنين طويلة يدعو فيهم، ثم قال إني مغلوب فانتصر بعد أن كذبوه. إني مغلوب فانتصر، فجاءت الإجابة سريعة، هذا في السنين الأخيرة غير قبل 900 سنة، في السنين الأخيرة من دعا أجيبت الدعوة. يقول ففتحنا عليهم أبواب السماء بماء منهمر. إحنا في التعبير لما نريد نقول المطر جدا غزير وكذا، نقول والله سقط علينا مثل أفواه القرب. هنا يقول التعبير القرآني أبلغ، يقول لا، هذه السماء كأنما لها أبواب، وهذه الأبواب انفتحت وصار المطر يسقط من الأعلى، هذا بعد ما إليه حيلة. فلذلك يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. بعد وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني ماء الأرض وماء السماء التقيا على أمر قد قدر، قدره الله. عندئذ يعني صار غرق. يقول فحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر إما الخيوط التي ربطت بها الأخشاب، وإما المسامير التي سمرت في الأخشاب. ورد التفسير، ورد التفسيران في الواقع، فسرت بهذا وفسرت بذاك وفسرت بشيء بتفسير ثالث. وحملناه على ذات ألواح ودسر. هذه الدسر، ثم يعني يريد يقول تصميم هذه السفينة مو معقد، من هاتين المادتين. اليوم احنا نشوف السفن العظيمة المتقنة التي نعم ما بعدها إتقان، وهي في بحر محيط تغرق، هذه السفينة المعروفة التيتانيك أو تايتانيك، بعد هي لفظة أعجمية فتلاعبوا بها، تايتانيك أو تايتانيك ما أدري. زين، هذه السفينة مع إتقان صناعتها، فيها ملاعب، فيها مدري شنو، فنادق فيها كبيرة، وغرقت. يقول القرآن حملنا على سفينة صحيح تصميمها نوعا ما متقن وكبيرة، 600 قدم العرض وألف ذراع العرض، وذراع ليس قدم، ولكن مع ذلك 7 طبقات، لكن هي مصممة من الحبل والخشب أو المسامير والخشب. وحملناه على ذات ألواح ودسر. ليش؟ جزاء لمن كان كفر، يعني هذا جزاء لمن كفر به وهو نبي الله نوح. هؤلاء كفروا به، فقيل له
بأنه مكفور به. هذا احنا سوينا جزاء، حملناه يعني في هذه السفينة جزاء لهذا الأمر، وقد يقال جزاء لمن كفر يعني الغرق والبحر. قراءة ثانية، يوجد قراءتان للآية، القراءة الثانية مو مبني للمجهول وإنما مبني للمعلوم، جزاء لمن كفر، كفر يعني الكفار أغرقناهم، هذا جزاء. على كل حال قالت الآيات بأن نبي الله نوح هذه دعوته، إني مغلوب فانتصر، يعني أراد النصر من الله. هذه فصلها القرآن في أماكن أخرى، قال مثلا دعا على قومه كما في سورة نوح غير سورة القمر، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تخلي منهم أحد، ولذلك نزل العذاب شنو عليهم جميعا وأغرقهم جميعا إلا من آمن معه، واستبدل جيل كامل كما ذكرنا هذا الأمر سابقا. غرضي هنا بالدعوة دعوة نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عباده ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ودعا عليهم بالتبار إلا نتيجة الاستئصال. هنا البعض يجي يشكل يقول يجوز الدعاء بهذا الأمر، تدعو على الناس وتدعو على المجرمين وتدعو على الفاسقين وتدعو على المذنبين وتدعو على الكافرين وتدعو حتى على عدوك، يجوز؟ إيه يجوز، هذا نبي من الأنبياء ودعا على قومه فيما بعد بدعاء الاستئصال وفيه تعميم وشمولية. مو هذا الغرض، الغرض أن البعض يستشكل على الحسين في دعواته، غير هذه مصيبة تشوف يجي يستشكل يقول الحسين كيف يدعو عليهم، أو يكذب الروايات الواردة في أن الحسين دعا على أهل الكوفة إلا قابلوه يوم العاشر. ألا ما نقول كل أهل العراق، أهل الكوفة الذين كانوا قد اتخذوا موقفا، في البداية كانت قلوبهم معه وسيوفهم شنو عليه كما قال فرزدق، طور الأمر صار سيوفهم على الإمام الحسين وقلوبهم مخلوعة ضد الإمام الحسين حتى القلوب. فيقول بعد الحسين ماذا عليهم وما يصير، زين انت وش حارقنك، هم دول ناس ما هم شيعة ما هم حتى مسلمين، لأنهم كفروا بالحسين سلام الله عليه وكفروا بالأحاديث الواردة عن جده فيه، فكيف إذا أنكروا أحاديث يعني كذبوا رسول الله، وهذا التكذيب نتيجة وخيمة. فالحسين لما يدعو على هؤلاء أصلا غير الشيعة يدعون عليهم، أنت شنو حارق قلبك، بعض يعني بعض الناس تتعجب منه، غير الشيعة يدعون على هؤلاء ويتبرؤون منهم مو بس الشيعة، فما في مشكلة، دولة ما كانوا من شيعة الحسين ولا كانوا من الذين يستقيمون مع الدين. ومن هنا نجد للحسين دعوات في كربلاء تصب في هذا المصب الذي كان لنبي الله نوح، إلا هو على ضوء السنن المستقيمة وسنن العدل، فما كانت دعواته مخالفة لسنة العدل بل فيها العدالة التامة. لكن في أسرار في دعوات الحسين تحتاج إلى في الواقع استيضاح، نمر بها سريعا. أول دعوة، دعوة الحسين على ذلك الرجل ابن حوزة، ابن حوزة هذا اللي جاء في الصباح، الحسين في الليل سلام الله عليه أمر جماعته بحفر خندق من خلف المخيم، وحفروا بسرعة أصحاب الحسين، يعني في الواقع قاموا بجهد كبير ليلة العاشر، هم باتوا بين راكع وساجد وتالي للقرآن
وفي نفس الوقت هم عملوا هذا العمل الشاق، حفروا خندقا خلف الخيام ووضعوا فيه الخشب، وضعوا فيه السعف، وضعوا فيه ما حصلوا عليه حتى يشعلوا النار في الصباح، حتى لا يأتيهم العدو من كل الجهات وإنما يقابلهم من جهة واحدة، وحتى لا يتعرضون لحرم الحسين ونساء الحسين كما هو صرح سلام الله عليه، حتى ما يجون يعبرون في وسط الخيام، يدخلون في وسط الخيام حتى يوصلون إلى المقاتلين، فيأتونهم من جهة واحدة. في الصباح شمر جاء متلثم وبكامل العدة، فقال شاف الخطة اللي هم مدبرينها يهجمون على الحسين من كل جهة ما راح تتحقق، وإذا يشوف نار ويشوف خندق محفور، هذا حفر في الليل الآن في الصباح جاي على أساس يهجمون، فاغتاظ لأنه واضح أنه خطتهم قد فشلت أن يهجموا من كل جهة على الحسين، فشلت الخطة، فلا يأتون إلا من جهة، هذه الجهة فيها الشجعان وفيها الرجال وفيها الأبطال، فيعسر الأمر عليهم يصعب، فكانوا يريدون أن ينهوا المعركة في يعني وقت قياسي مبكر جدا يقضون على الحسين ومن معه. الآن لا، راح تبين الأمر، راح يطول وقت القتال على الأقل من الصبح إلى الظهر أو أكثر من هذا. فمن هنا قال حنق عنده: تعجلت نار الدنيا قبل الآخرة يا حسين. فقال الحسين سلام الله عليه: من هذا؟ كأنه الشمر. فقيل له من أصحابه: هو هذا الشمر. فدعا الحسين وقال، يعني ليس الدعوة وإنما أجابه بما يستحق، قال له: أنت أولى بها صليا يا ابن راعية المعزة. هني البعض يقول الحسين سباب شتام، لا مو سباب مو شتام، قال يا ابن راعية المعزة، هذا مو سب، روح فكر في الأمر وبعدين تعال اشكل على الحسين سلام الله عليه، أو تريد تضعف الرواية لمجرد أنت ما تستسيغها. يا ابن راعية المعزة شنو؟ يقول لي يعني أنت ما مربى، ما تربيت، لأن هذه أمك كانت راعية معزة ترعى المعز، وهي ترعى المعز مو ترعى بعد الجمال، مو ترعى الخيول، مو ترعى البقر، ترعى المعز، المعز تتحرك بسرعة فتحتاج إلى راع يركض خلفها، فهو من وظائف الرجال المتعبة، وهذه المرأة تروح شنو ترعى المعزة، يعني كل يومها تقضي في إيش؟ في رعاية المعز، وتأتي إلى البيت وهي مجهدة فلا تتفرغ لتربية ولدها، فلا تتفرغ لإيش؟ لتربية ولدها. الآن من تتكلم عن عمل المرأة خارج البيت أعطوك 20 لسان أطول من الثاني، زي أقول لي هذا إحنا صدق ما عندنا اعتراض خلها تشتغل خارج البيت، بس فكر في شيء آخر، قضية تربية الأولاد، لا أنت في البيت ولا الزوجة في البيت، من هو يربيهم؟ يلا تفضل. هذه أم الشمر كانت خارج المنزل وكل وقتها ما تستطيع، لما تجيها متجي متعبة لأن تحتاج إلى راكب، تحتاج إلى بذل جهد، وتكون خارج البيوت لأنه المعز وين ترعى؟ ترعى خارج البيوت، يعني في أماكن العيش مو في المكان اللي تقعد ويا أبنائها ويا أولادها. فيقول له أنت ما مربى أصلا، ما عندك تربية فتشتم مثل هذا الأمر. وأساق على الدعوة دليل، يعني قال أنت أولى بها صليا يعني بنار جهنم، لأن أنت المو مربى، أنا بالعكس، أنا أمي فاطمة الزهراء وأمي دائما معنا، نعم تعطف علينا بحنانها وتغذينا
بالرحمة والرقة والعلم والمعرفة، أنت وين وأنا وين؟ فهذا المقصود. قال له: أنت أولى بها صليا يا ابن راعية المعزل. مو هني الشاهد، جاء شخص آخر يقال له ابن حوزة أو ابن جويرة، قيل اسمه أو ابن جريرة، قيل اسمه مالك، وقيل اسمه عبد الله، وقيل غير هذا. جاء أيضا على فرسه يركضه، وصل شاف هذا النار، النار في نعم في ذلك الخندق، هذا اغتاظ أيضا، معروف هذا الرجل. فقال: يا حسين، ستلفحك نار الدنيا قبل نار الآخرة، مثل ما قال الشمر لكن بشكل أخبث، ستلفحك النار، نار الدنيا الآن، قبل نار الآخرة، هاي اللي شعلتها. فقال له الحسين: كذبت، وإنما أنا أصير من خير إلى خير، أصير إلى جدي رسول الله، أصير إلى رب كريم وشفيع مطاع، الشفيع المطاع جد يعني رسول الله، فأنا من خير إلى خير. من هذا؟ سأل. قيل له: ابن حوزة. الإمام يدري هذا ابن حوزة، بس يريد يقول للناس: أنا راح أدعو بدعاء مناسب لإيش؟ لوضع هذا الرجل واسمه. من هذا؟ قالوا: هذا ابن حوزة. فقال: اللهم حزه إلى النار. فشبت سرعان، يقول الناس، سرعان ما شبت به فرسه فألقت به في الخندق، احترق إلى نار جهنم. فنزل الحسين، سجد إلى الله شكرا، ثم قام وهو يقول: يا لها من دعوة، ما أسرع ما أجيبت. هني الحسين سلام الله عليه يريد يذكر هؤلاء، يعني يستفيد من الوضع، لأن الآن بعد قليل هؤلاء بيلتهم بالحرب وبينكرون فضل شنو الحسين. فقال: يا لها من دعوة مجابة، يعني التفتوا، هذه دعوات ابن بنت رسول الله، يا لها من دعوة مجابة، هذه دعوة. ودعوة أخرى، والملاحظ أنها تكررت مع اثنين من أبناء الحسن بن علي، الآن لتوه قرأ الأخ في السيرة ومرت عليكم هذه الحادثة، عبد الله بن الحسن الذي عمره لعله 11 سنة، لم يبلغ الحلم، وقيل 11 سنة، هذا يتيم الحسن، لما وجد عمه ملقا على الأرض بعد أن ضربه مالك بن النسر الكندي على أم رأسه وفاضت الدماء، هذا أسرع مقبل إلى عمه. قال لزينب: امسكيه، لا تخلينا يطلع، ولكن لم تستطع، فإنه قد اشتد، وقال: لا والله لا أترك عمي. فجاء الولد وجلس بقرب الحسين عليه السلام، ولما أهوى ذلك اللعين بحر بن كعب ليضرب الحسين بالسيف، قال له ذلك الطفل: أنت يا ابن الخبيث تضرب عمي؟ فمال على الغلام ذلك اللعين، فمال على الغلام فضربه على، فاتقاه بيده، اتقى الضرب بيده، وإذا به يقطعها فتكون معلقة في جلده، فبكى الغلام وصاح، فقال: بني اصبر، إن الله سيلحقك بآبائك الصالحين، يعني برسول الله، بفاطمة، بالحسن، بعلي، هؤلاء الصالحون، سيلحقك بهؤلاء. يقولون: بينما هو في حجر الحسين وقد ضمه إليه، وإذا جاء سهم فقتل الغلام. هنا الحسين دعا بهذه الدعوة المؤثرة، قال: اللهم إن متعتهم إلى حين
ففرقهم تفريقا، ففرقهم فرقا بعد، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. هذه الدعوة في الواقع مناسبة للوضع، فرقهم تفريقا، لأن هؤلاء اجتمعوا على إيش؟ على قتل الحسين. النتيجة الطبيعية أن الدعاء عليهم بالتفرقة، ولذلك أنت تشوف أحلاف تحلف حلف، على من هو الحلف؟ على هالفقارة، على هالشعب المسكين مثلا في دولة من الدول، دول عظمى كأمريكا وغيرها من الدول ودول أخرى إقليمية وصغرى، حلف. بعدين وإذا الله يجيب العداوة بين أفراد هذا الحلف نفسه، كل واحد منهم يسب ويشتم الآخر، هذه شيء طبيعي، سنة من السنن، يجتمعون على الباطل الله يفرقهم، تراهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه سنة في القرآن الكريم من مفاهيم القرآن. الإمام الحسين في دعواته على ضوء السنة قال ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، هذا شيء آخر. دولة قاموا ضد الحسين من أجل إرضاء ولاتهم، من أجل إرضاء ولاتهم صاروا يتجشمون حتى الجرائم إلا ما يريدها هذا الملعون عبيد الله ابن زياد، حتى بعضهم يشهد ضد الآخر يقول لي إن أميرك يرضى بدون هذا، ما يحتاج أنت بعد تقوم بأكثر من هذا الإجرام، أميرك يرضى بدون هذا. فشيء طبيعي أنه لا يرضى الولاة عنه، وهذه سنة تجري في كل وقت وفي كل مكان، هو يطلب التزلف ويقترب ولا يكون متعقل، فحتى السلطان لا يرضى عنه. فلذلك دعوة الإمام الحسين في ضمن هذا السياق، وهي سنة مو فقط دعوة، هي دعوة في على ضوء السنة، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. وأيضا نفس الدعاء بشكل آخر وفيه مضامين جديدة، لما قتل القاسم بن الحسن، ولما وقف الحسين على القاسم وأخذه إلى الخيمة، أيضا نفس الشيء دعا اللهم أحصهم عددا ولا تفارق منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا. يعني دولة بعد خلاص انتهى الأمر، ولا تدع من الكافرين ديارا، في قضية نبي الله نوح، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. فلذلك قال ولا تغفر لهم أبدا. هذا دعاء من الإمام الحسين سلام الله عليه على ضوء السنة التاريخية والقرآنية. هذا يكشف عن إيش؟ عن الواقع اللي هؤلاء هم فيه، وأيضا فيه إنشاء دعوة المظلوم وهو الحسين سلام الله عليه. فلذلك مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا، ولا يغفر لأحد منهم أبدا. دولا لاستعدوا لمواجهة الحسين، وهذا سر أقول في الدعاء. والسر الثاني أنه لاحظ هذا الدعاء دعا به عند سقوط عبد الله بن الحسن، وكذلك عند سقوط الشهيد الثاني من أبناء الحسن، لأن هناك قرابة 5 على الأقل من الشهداء من أبناء الحسن في كربلاء، غير إلا جرح الحسن بن الحسن المثنى. فلذلك تجد الحسين سلام الله عليه يدعو في هذه الموارد. ليش في الواقع؟ لأنه كان يرعى هذين اليتيمين، عبد الله بن الحسن والقاسم ابن الحسن، هذان جاء مع الحسين، والحسين إنما جاء بهما لأنه كان يحرص على رعاية هذين اليتيمين وإخوتهما الصغار وأخوات أيضا هذين اليتيمين. فمن هنا
تأثر كثيرا، ولذلك حتى الإذن إلى القاسم بالجهاز والبراز كان بعد نعم طلب وإلحاح من القاسم عدة مرات، يطلب البراز والحسين يرد، إلى أن آخر شيء أذن له، ولكن بأية حال كادت روحهما تفارقهما. وإذا يودع الحسين القاسم، لكن هذا الوداع كان جدا مؤلم إلى درجة أنهما سقطا إلى الأرض. إحنا في علي الأكبر نقرأ أبيات ابن نصار، بس ما عدنا يعني أنا بالذات ما وجدت رواية، أما القاسم فيوجد رواية أنه احتضنه الحسين ووقع إلى إيش؟ إلى الأرض. الاثنان وقعا إلى الأرض. قال بني قاسم: كيف تجد طعم الموت؟ قال: فيك يا عم أحلى من الشهد والعسل. الموت مر، ولكن فيك يا أبا عبد الله، فيك يا عم أحلى من العسل. فلذلك ضمه إليه وسرحه. خرج القاسم وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. نرفرف على مصرع القاسم. يقول حميد بن مسلم: كان بجانبي عمرو بن نفيل الأزدي، قال: علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام وهو يصنع هذا الصنيع لأثكلن عمه في. قلت له: ويحك، ألا يكفيك كثرة من احتوشوه؟ ألا تراهم لا يبقون على أحد؟ قال: لا بد أن أفعل. آجركم الله يا استغل اللعين الجبان انحناء القاسم لما انقطع شسع نعله كي يصلحها، وكان قد أبى وأنفة الهاشمين التي كانت في القاسم أبى أن ينحني، أبى أن يمشي في ذلك الميدان حافيا، ولذلك نعم لبس، ولذلك انحنى كي يصلح ذلك النعم. استغل ذلك الجبان اللعين هذا الموقف، وما هي إلا ساعة وإذا بالقاسم على وجه الأرض يفحص برجليه من حرارة الضربة، وقد صاح بعمه الحسين. فجاء الحسين له مسرعا وقال: بني قاسم، عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، أو ينفعك فلا يغني عنك، ولكن هذا يوم قل ناصره وكثر واتره. ثم احتمل القاسم إلى الخيمة. يقول حميد بن مسلم: رأيت رجلي الغلام تخطان في الأرض، قلت: يا سبحان الله، أكان الفتى أطول من عمه؟ حققت النظر وإذا بالحسين قد احدودب ظهره. قال: حققت النظر وإذا بالحسين قد احدودب ظهره. جاء بالغلام إلى الخيمة التي أفردها لقتلى بني هاشم. مدد القاسم بجانب علي الأكبر وبجانب بقية الشهداء.
وأنشأ يقول غريبون عن أوطانهم وديارهم تنوح عليهم في البراري وحوشها يا ويلي يا ويلي إجابة ومددة ما بين أخوته بجا عدهم يا ويلي وهم موته بس ما سمع عن النسوان صوته اجت سكنة صيح الله أكبر اي بالله اجت رملة صيح الله يا 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 هو أكبر بيجو ناداه بيجو ناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي هاني لكم تخلوني وحيدي وعلى خيمنا يا عم الخيل تفتح وأما رملة لما سمعت أن ابنها القاسم قد حمل وجيء به من المعركة الآن الولد في الخيمة وقفت على باب الخيمة لأن الحسين يبكي عند القاسم وعند علي الأكبر فانتظرت لما خرج الحسين من الخيمة دخلت إلى الخيمة رمت بنفسها على ولدها لتوها قد فقدت أخاه أحمد الذي قتل والآن تفقد الثاني هذا الولد العظيم القاسم بن الحسن الذي عليه شمائل الحسن يا ويلي نادت وولدايا وقاسما يا ابني مهن بطيب نومك وحر الشمس غير ارسومك انا بنفسي بالله لسومك عريان ومسلب هدومك اي بالله عريان ومسلب يا هدومايا يا ابني يا جاسم يا الولد يا ثمر دلالي ظليت لا والي منه اللي يبرى يا ابني يا جاسم يا الولد ويا بدر سعدي يا ليتني بلحدي منه البقاء يا ابني يا جاسم يا الولد ويا ضوى عيوني هل يوم في جعوني يا البيك ضيعوني يا البيك ينادي مع السلامة يا غريب الغاضرية يا حقي قضيت يا الولي في كربلاء اليوم
وانت تراني بهالأراض مخضوب بدموع، سلم على زينب وعمتي أم كلثوم، أمي رملة يا ويلي البقات وحيدة، آه آه يا ويلاه. إيدك على صدرك دقائق وأسألك الدعاء مواساة للقاسم، إن شاء الله دقائق معدودة. مع السلامة يا غريب الغاضرية، مع السلامة يا غريب، حقي قضيت يا الولي في كربلاء اليوم، وانت تراني بهالأرض مخضوب بدموع، سلم على راملة يا ابويا وام كلثوم، وزينب الحورة عمتي بضع الزكية، مع السلامة يا غري، مع السلامة يا غري، ورملة تنادي والدمع بالخد همال، رملة تنادي والدمع بالخد همال، جاسم يغصني البان عني قوض وشال، جاسم يغصني البان عني قوض وشال، ظلت حرمة بلا ولي من غير رجال، ظلت حرمة بلا ولي من غير رجال، صارت الضجة في طفوف الغاضرية، وصارت الضجة في طفوف الغاضرية. علي مع السلامة يا غريب الغاضرية، مع السلامة يا غريب، جاسم قطع ونا يا ويلي وفاضت الروح، جاسم قطع ونا يا ويلي وفاضت الروح، وتزلزلت وتزلزلت في كربلة من كثرة النوح، رملة تنادي يا ذبيح مات مذبوح، رملة تنادي يا شباب مات مذبوح، حزني عليكم يا ضحايا الغاضرية، حزني عليكم يا ضحايا الغاضرية، تحن تحن حنينك يا قلب المن، تحن يا 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 على العريس اللي بدمه، تحن يا ما تدري بضلع رمله، تحنى ومن الألم بس تجذبي الونة خفيه.